مش قلبك. أنا تمام، أنا تمام. ماشي. خالد، أنت برضه هتمشي، أنت لسه تعبان، خليك بس يومين كمان. كفاية اللخبطة اللي أنا عملتها لك يا لبنى. وبعدين الحقيقة أنا مش عارف أشكرك على إيه ولا إيه، حتى اللبس. لا، ما إحنا كان ممكن نشكر بعض وإحنا قاعدين جوه على فكرة، أو نشكر بعض وقت تاني، لأن أنا على الوضع اللي أنا فيه ده ممكن يجيلي انزلاق غضروفي فعلاً. طب إهدى بقى شوية بدل ما خليك تشيلني على كتافك. المشكلة إن أنا عارف إن أنت قادر وتعملها. أنا مش فاهمة بس أنت ليه مصر إن أنت تمشي دلوقتي؟ عشان وجودي هنا خطر عليك يا لبنى. وبعدين أنا الحمد لله بقيت أحسن كتير. الحمد لله. بس بطمني عليك. أنا هطمنك عليه. والله العظيم هكلمك 24 ساعة في التليفون أطمنك عليه، بس خلينا نمشي بقى. حاضر، استنى بس دقيقة واحدة. خد مفتاح عربيتي اهي، خليها معاك وهبعت حد بكرة يبقى ياخدها. شفت، مش هين عليها تمشي على رجليك. كده مش ناقص له غير اللانش بوكس بتاعه، هنبقى مطمنين عليه على الآخر، تمام؟ غلس بجد غلس. لبنى أنا متشكر على كل حاجة. استنى، في حاجة كمان. خلي التليفون ده معاك، أكيد هتحتاجه. أنا عارفة إن موبايلك ضعف الحريق. لا عادي، ننطق نقول عادي جدا، نقول والله أنا ما عارف من غيركم كان ممكن يجرى لي إيه، أنا إنسان تافه، ماليش قيمة في الحياة من غيركم، أنتوا أهم حاجة. بس من... يا أخي عيب عيب. لا لا لا، مش عيب ولا حاجة، دي أول مرة ينطق كلمة صح من ساعة ما أتكلم. أنا فعلا مش عارف من غيركم كنت هعمل إيه الكام يوم اللي فاتوا دول. خلاص، لما تخلص المساواة دي بس ابقى عوضنا. بس خلي بالك من الواد ده، لسانه طويل، بس هو أصيل. مش هيعمل كده غير لما تخرج من المصيبه اللي انت فيها. حبيبتي والله اكتر واحده فهماني، انا لا يمكن ازل فيك الا بعد ما تخرج من المصيبه اللي انت فيها، وبعد كده هزلك ذل عمرك ما شفته في حياتك. يلا بينا. يلا. طمني عليك. انا هطمنك عليه، والله هطمنك. يلا. الله يا رخم. يلا يلا يا سيدي. يلا يلا اطلع. ايه يا عم، ساعة ما نزلنا من عند لبنى وانت سارح في ملكوت الله؟ لا مفيش حاجة والله. يا راجل مفيش حاجة ازاي؟ لا في طبعا، اكيد بتفكر في لبنى واللي عملته لبنى والايام الجاية مع لبنى، ونقول اللي في لبنى ونخلص بقى. بذمتك ده وقته قاصر؟ وليه لا؟ ايه اللي يمنع يعني؟ طالما بيدور في دماغك يبقى وقته. انا مفيش حاجة بتدور في دماغي غير اني اخلص من المصيبة اللي انا فيها دي. ايوه، وايه اللي يمنع انك تفكر في ده وفي ده في نفس التوقيت يعني؟ في مليون حاجة تمنع يا قاصر، أولهم إن أنا علاقتي بلبنى ممكن تأذيها وتضرها، وأنا مش هسمح إن ده يحصل أبدا. أنت عارف إيه اللي ممكن يحصل لواحدة زي لبنى لو اتعرف إنها على علاقة بواحد مجرم وهربان والبوليس بيدور عليه؟ لا دي مش بس على علاقة بيا، دي بتساعدني كمان. بقول لك يا خالد، الحاجات دي إحنا ما نقدرش نمنعها. قلبك مش بمفاتيح، لا، لو في حاجة جواك تجاه لبنى أنت مش هتقدر تمنعها. والله التجربة اللي أنا مريت بيها دي يا ياسر علمتنا فرق كويس قوي بين اللي انا نفسي فيه وبين اللي لازم يحصل. وده اسمه ايه بقى ان شاء الله؟ اسمه الظروف. الظروف اللي بتجبرك تعمل حاجات في العادي لا يمكن توافق انك تعملها، زي اللي انا فيه دلوقتي. عارف ان ندى بنتي مش في حضني وساكت ومش قادر افتح بقي لمجرد ان ده امل ليها. ان شاء الله هترجع في حضنك، انا متاكد. إن شاء الله. ولغاية ما ده يحصل بقى أنا مش عايز أشغل بالي بأي حاجة تانية. فهمني بقى العنوان اللي إحنا رايحينه ده، رايحينه لمين؟ ده عنوان المنطقة اللي كانت عايشة فيها داليا. في واحد هناك لازم أقابله.